عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لماذا استخدام جوجل درايف وعدم استخدام سكاي درايف؟ هناك العديد ممن يعني يهتمون فقط في بالمساحة، يقول لك أو سكاي درايف توفر لي 25 جيجا، وفي حين أن فقط جوجل درايف توفر لي 5 جيجا. اللهم هذا يعني من الأحسن هذا إلى سكاي درايف. سكاي درايف هو جيد، 25 جيجا نعم، 25 جيجا نعم، شركة سكاي درايف توفر لك 25 جيجا وجوجل توفر لك 5 جيجا نعم، شركة مايكروسوفت تعطي مساحة أكبر. لكن هناك مشكلة وهي الحماية، ولا يكفي أن يكون لديك 25 جيجا وأي شخص يدخل أو أي شخص يمكنه أن يدخل إلى قرصك ويتجسس على بياناتك. لا تنسى أنه قد تم مؤخرا كشف ثلاث غارات في وقت أسبوع لم يمضي أسبوع. طغرة لا نتحدث عن طغرات سابقة تم اكتشافها، وليس طغرات يعني الإيميل البديل. تم اكتشافها منذ شهرين تقريبا، طغرات أخرى سابقة. إلى متى يا شركة مايكروسوفت؟ طغراتك لا تنتهي. لا أعرف هل شركة مايكروسوفت أصبحت تعيش الاحتضار؟ لأنه طب بكل بساطة أو بكل صراحة أنا أرى أن شركة هوتمان تعيش مرحلة الاحتضار بكل ما في الكلمة من معنى. وبالتالي عندما أقول سكاي درايف وأقول سكاي درايف عفواً أن سكاي درايف لكي تسجل دخولك على قرصك الصلب يجب أن تتوفر على حساب هوتمان، ولكي تتوفر حساب على هوتمان يعني حساب غير أمن بكل بساطة، في حين أن شركة جوجل توفر لك 5 جيجا لكن محمية، يمكن أن تضع مستنداتك الخاصة بدون مخافة أن يتم شخص أو يستطيع اقتحام أو استخدام أي طغرة لاقتحامها. لا نقول أو لا أقول أنا جوجل أو جيميل لا يتوفر على طغرات، لكن صعب جدا اكتشاف هذه الطغرات. يمكن أو هذا راجع طبيعة الحال لأن جوجل تنفق مال كثير على الحماية، تقوم بمكافآت مالية كبيرة وضخمة جدا من أجل تعزيز حمايتها، في حين أن شركة مايكروسوفت لم نسمع بمكافآت أو شيء من هذا القبيل، مما يجعل أن سكاي درايف و يعني لا يمكن أن أضع فيه ثقتي وأضع فيه صوري وأضع فيه مستنداتي، لأنني أعلم جيدا أن اليوم أو بعد غد سيتم اكتشاف طغرة سيتم اختراق بها إيميلي، ثم سيتم الدخول على حسابي على سكاي درايف لكي يتجسس الهاكر كما يحلو له. وإذا ما اتصلت بالدعم يجب عليك أن تنتظر 24 ساعة 48 ساعة حتى يتم حل مشكلتك، يعني 48 ساعة 24 ساعة كافية لأي هاكر أن يقوم بالعبث في مستنداتك كما يحلو له، في حين أن جوجل درايف شركة محمية جدا، يعني أستطيع مستنداتي صوري بكل أمان وأثق في شركة جوجل لأنها تستحق الثقة، وجوجل درايف يستحق التجربة ويستحق الثقة أكثر من سكاي درايف، لأن لا تنفع المساحة لا تعني شيء إذا لم توجد هناك حماية. يمكن أن أستخدم 25 جيجا بايت وغدا يتم اختراق الإيميل بكل بساطة، في حين أنا يمكن أن أستخدم 5 جيجا وأنا في كامل أشعر بالحماية وأشعر بثقة فيما تقدمه لي شركة جوجل. إذا هذا بالنسبة لي، هذه وجهة نظري حول لماذا استخدام جوجل درايف وعدم استخدام سكاي درايف. يمكن كذلك أن يكون لديك ملاحظة، يمكن أن يكون لديك تعليق، ويمكن كذلك أن يكون لك رأي. لماذا لا تشاركنا رأيك وتضعه لكي نتناقش في الموضوع؟